فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من روسيا، فما نصيحتكم للطلاب من روسيا الذين تخرجوا من جامعات هذه البلاد المباركة، بلاد المملكة العربية السعودية، لكنهم قعدوا عن الدعوة في بلادنا وقعدوا عن التعليم، فلا نجدهم يدعون إلى التوحيد مع تمكنهم من ذلك، ما النصيحة لهؤلاء وفقكم الله؟ هذا في القرآن الكريم، الله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذين تعلموا وعرفوا الحق وعرفوا التوحيد لا يجوز لهم السكوت إذا ذهبوا إلى بلادهم، بل عليهم أن يعلموا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، يعني يعلمونهم بالرفق واللين مهما أمكن ذلك. نعم.